السلام عليكم. ازاي نعمل سكادول لحاجة معمولة فابريكيشن؟ فابريكيشن يعني بجهز الشغل بتاعي ان هو ينزل لي يتقسم ويتنفذ فعلا. تمام. طيب هاجي اعمل هنا تاب للجزء دوت وهقول له ديزاين تو فابريكيشن، فبيقول لي انت عايز تشغل بأني دكت وورك، فبقول له مثلا انا عايز اشغل بدوت، فهو بيبدأ يحولها لي زي ما هتنفس فعلا. التوصيلات والتركيبات والحاجات دي كلها بيبدأ يظبطها لي ويبدأ يجهزها لي. طيب انا دلوقتي عايز ابدأ اعمل الحصر بتاعي، فبروح للفيو واروح للسكادول واقول له سكادول. تمام. ابص هنا، هل انا عندي هنا فابريكيشن؟ ميكانيكال، قال لي هشيل الاركتكشر ونشيل الالكتريكال ونشيل البايبنج. ام اي بي فابريكيشن داكت وورك، وفي هانجر وفي برضو للبايب. اقول له اوكي وابدا اشوف ايه اللي انا محتاجه، وليكن مثلا محتاج الديسكريبشن، مثلا محتاج الايمج، محتاج اللينس، محتاج مثلا الويت. تمام. وبتعلم هنا لو انت عايز تاخد برضو معاك الحاجات، لو انت عامل لينك اي معلومة جاية في اللينك ياخدها معاه في الحصر. تمام. يعني ممكن تكون انت مقسم شغل على كذا لينك، فبتعلم هنا بحيث يجي معاك كل شغل. بقول له اوكي وبيبدأ بقى ايه يعمل لي الحصر اهوت. يبقى ينفع ان انا اعمل حصر للفابريكيشن. لو عايز اضيف صورة بعلم على الايمج هنا في العنصر دوت، واقول له هايلايت ام موديل، والخاصية ديت بتاعت الايمج موجودة لما هتلاقيها انستنس هنا، لما بعد الاوقات تلاقيها في كتايب، فانا موجودة هنا عندي هنا. هقول له انا عايز اضيف صورة. تمام. اي صورة بقى، مش لازم طبعا انت تجيبها من كتالوج، بس انا هجيبها منين؟ اي من اي صورة. تعال نشوف ايه الصورة ديت. تمام. اي ده كان مؤتمر لإدارة المشاريع، فاقول له اوكي. تمام. او ده في الصورة هيت، بحيث ان انا اقدر اشوفها في اي وقت. طيب الجدول ده اقدر احطه في شيت؟ اقدر اعمل شيت اهوت، واروح فاتح السكادول واقول له انا عايز ام اي بي فابريكيشن، حطه لي هنا. تمام. الصورة ظهرت اوتوماتيك اول ما حطيناها هنا.